طيب إذن هاي أحد الطرق طبعا هي سبيريس. سبيريس يعني غير مقصود غير متعمد لكنه راح يسبب مشكلة. سبيريس تريجرينج أوف إن إس سي آر. اللي بيهمنا هون هو دي في دي على دي تي أوف في اي كي أوف تي ريت أوف تشينج أوف فولتج. خلينا أول شيء نتطلع على الكاباسيتر. لو أنا عندي كاباسيتر إيش العلاقة بين الشحنة الموجودة على الكاباسيتر الكاباسيتنس تبعه والفولتج عبره؟ كانت العلاقة عندنا كيو مش هيك؟ إذا بدنا نحطها كيو أوف تي بدها تساوي سي في أوف تي. مظبوط؟ مش الشحنة مجموع الشحنة بيساوي الكاباسيتنس في الفولتج. وإذا بدك تقارن في التانك متذكرين التانك مثال التانك إيش مثال التانك؟ الفوليوم اللي موجود بالتانك بيساوي قاعدة الأريا تبع قاعدة مضروبة في الارتفاع. فكرة شبيهة تماما لهذا. يعني هذا بيشبه إلى حد كبير تانك له قاعدة A وارتفاع H وفيه في داخله فوليوم V of T نفس الشيء. طيب نشتق هاي. لو اشتقينا هاي إيش D على DT of Q of T rate of change of charge شو بتساوي؟ I. إيش وحدة I؟ أمبير. والأمبير هي نفسها وحدتها كولومز بير سكند. كولومز بير سكند. السي كونستانت بتصير هذه عندي هون دي في على دي تي. اذا هاي معادله مهمه للكاباسيتر اي اوف تي اي سي اوف تي بتساوي سي بالله سكر الباب لو سمحت يا ثابت دي على دي تي في سي اوف تي. ايش هاي بتقول لي؟ هاي بتشبه على فكره معادله الاندكتر مش هيك؟ ايش كان بالاندكتر عندي؟ كان عندي هون في ال وهون كان عندي اي ال وهون كان عندي ال. اذا هون عمالنا بنقول بالكاباسيتر الريت اوف تشينج اوف فولتج تبع الكاباسيتر راح يؤدي لكرنت او العكس. مظبوط؟ فاذا عندي ريت اوف تشينج اوف فولتج عالي مش المهم الفولتج يكون عالي، مين المهم؟ ريت اوف تشينج اوف فولتج. ممكن الفولتج نفسه قيمته تكون صغيره جدا بس اذا تغيرت قيمته بقيمه كبيره خلال فتره زمنيه قصيره معناها الدي في على دي تي مرتفع. واذا الدي في على دي تي مرتفع شو بيؤدي؟ بيؤدي لوجود اي. اوكي اذا اي. طيب شو دخل الكاباسيتر في البي ان جانكشن؟ امتى البي ان جانكشن بتصير تشبه الكاباسيتر؟ اي حاله من الحالات؟ لما تكون ريفرس بايست. اذا هون هي قاعده مهمه ريفرس بايست. ريفرس بايست يعني بالبلوكينج بالريفرس بايست بي ان جانكشن is modeled as a capacitor. يعني إذا جبت PN junction طبعاً إذا كانت forward biased وشغالة بطلت capacitor صارت conducting. مظبوط؟ بس إذا هي reverse biased بتصير كأنها بتشغل capacitor. إذا كان عندي SCR لو رجعنا للSCR SCR هو off كأنه reverse biased PN junction. مظبوط؟ لو جيت هلا حطيت high rate of change of V V A K إذا صارت VAK عالية DV على DT لVAK كان هاي إيش راح يكون عندي هاي كمان؟ هذا هون لأنه ريفرس بايس صار كأنه سي إلها قيمة معينة سي بس إذا بضربها بDV على DT شو بتعطيني؟ هاي. وإذا مر كرنت في هون إيش الخطر إنه يوصل هذا الكرنت قيمته؟ تعدى اللاتشين كرنت. واذا تعدى هذا الكرنت اللاتشين كرنت ايش راح يعمل هذا الديفايس؟ راح يشتغل. اذا هون اذا عندي في كان في الدائره في شيء عماله بسبب دي في على دي تي عالي قيمته عاليه عم بتغير دي في على دي تي بسرعه عاليه راح يسبب مرور كرنت في هاي الجنكشن وهاي راح يسبب مرور كرنت لانه هاي ممكن اعملها موديلنج كريفرس بايس ديفايس كاباسيتنس. فدي في على دي تي اذا كان عالي مش شرط نفس الفي يكون عالي بس الدي في على دي تي مهم يكون عالي قيمته بضربه في سي للهاي الجنكشن راح يعطيني كرنت فممكن يعمل سبيرس تريجرنج. اذا ايش لازم نعمل؟ لازم نحاول لازم نحط دائره حتى نعمل ليميتنج لفي اي كي على دي تي تحت التريجرنج فاليو. وهذا كمان موجود في الداتا شيت في ماكسيمم فاليو لدي في على دي تي لازم ما نتجاوزه عشان ما يصير سبيرس تريجرنج لانه ممكن يصير في دي في على دي تي عالي
بضربه في سي لهاي الجنكشن. فيش كاباستر هون، وين الكاباستر؟ ما في كاباستر مرسوم. بس الموديل لهذا لما يكون اوف، لما يكون ريفرس بايست. طيب نسالكم سؤال، كيف بده يكون في اي كي بوزيتيف وفي عندي ريفرس بايست بي ان جنكشن في داخل الاس سي ار؟ واضح السؤال؟ هاي السؤال، هاي انا عندي، هاي راح يبين بس ارسم. كان عندي هون ان بي مزبوط، مش هاي طلع منها الجيت، وهاي طلع منها الكاثود، وان بي من هون. انا حاطط بوزيتيف فولتج نيجاتيف، طبعا هو بلوكينج، عامل بلوكينج وهو اوف. كيف بده يكون ريفرس بايست وانا حاطط بوزيتيف فولتج هون ونيجاتيف فولتج هون؟ طبعا بين البي والان بكون تمام. اذا هاي الجنكشن راح تكون فورورد بايست، وهاي الجنكشن فورورد بايست، بس هاي الجنكشن الان بي ايش راح تكون؟ ريفرس بايست، وهي اللي عامله بلوكينج. اذا في جنكشن راح تكون، لازم يكون في جنكشن ريفرس بايست مزبوط في الاس سي ار، لانه هذا مش جنكشن واحده، كم جنكشن فيه؟ ثلاثة. لو انه بي ان ديفايس، لو انه دايود، ما ممكن احط بوزيتيف هون ونيجاتيف هون يكون ريفرس بايست. اوكي ماشي فاهمين؟ وين الكاباسيتنس راح يبين؟ راح يبين عندي هون، راح يصير عندي هون بين هاي الجنكشن وهاي الجنكشن راح يصير في عندي سي، وهاي هي السي اللي راح تبين هون لانه ريفرس بايست. اوكي اذا هاي طريقه لازم، ولازم لما ندخل على الداتا شيت نطلع قيمه. هلا راح ندخل على الداتا شيت نطلع قيمه الماكسيمم دي في على دي تي اللي راح يمنع سبيريس تريبينج.